إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية بالضبط من سوق الجملة للخضر والفواكه. فالآن حنا كنتواجدوا معكم مباشرة، نعرفوا الثمن ديال بعض أنواع الخضر والفواكه في ظل هذه الأزمة ديال كورونا، وتعرفوا كذلك مشاهدينا الكرام يعني الأجواء كيفاش كتكون في السوق الداخل. فغادي نسولوا أول حاجة على التلاح. السلام عليكم، شحال التلاح؟ التلاح بغيت نعرف هذا الشاب. 50 ريال. الله يحفظك. لا الله يحفظك، انا بغيت نعرف هذا الثمن. الله يحفظك. فالثمن ديال التلاح هو 50 ريال الكيلو، يعني الى خذينا زعما الدولار يكون داير 10 دراهم، يعني ربع ديال الدولار، يعني 50 ريال. السلام عليكم، شحال رمان سي؟ رمان اخويا 140 مليح. 140 وتفاح؟ تفاح 1000 فرنك. 1000 فرنك، الله يحفظك خويا. الثمن ديال التفاح فهو 10 دراهم، يعني كيساوي دولار او اورو، الا درنا الاورو 9 دراهم، يعني تقريبا اورو 1 اورو. بالنسبة للرمان فسمعنا الثمن ديالو 7 دراهم. شحال الليمون عميم؟ الليمون داخل اخو 6000 ريال. 6000 ريال الصندوق، الله يحفظك. الصندوق وحنا كاع نصندوق ياك، الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. سلام عمي، بنسولك الله يحفظك، شحال ديال الثمن ديال الفلفله؟ واه بصحيح هما خو شنو هذا؟ شنو؟ غادي نحاولوا على اننا نقتصدوا لكم متابعينا الكرام الثمن ديال بعض انواع الخضر فوكي. سير ماي سامو تشوف سلا ها سامو، شحال القرعه؟ القرعه 6 درهم. والخيار فالقرعة 6 دراهم والخيار 5 دراهم. الفلفلة هاد الساعة حمراء 10 دراهم. خلطة 10 دراهم. ودنجال 5 دراهم. 5 دراهم. الحامض الحامض شحال عرض لك الثمن؟ الحامض شحال؟ ها؟ لا بغيت نشوف الثمن هنا. غنزيدو لكم الثمن. للي حاشمي عطيه الثمن ديال اللي عاود. الله يحفظك. ما عندكم حتى هي الثمن ديالها. شناهي؟ حارة. شحال الثمن ديال الحارة؟ 100 ريال جاي، هي كي دايرة بزاف. 100 ريال. رجعوا على 200 ريال. والله إلا تشوف. ها؟ تشوف. وحش غادا وكتطلع. كل شيء زين. راه كاين الثمن أولاد البيت، راه مازال السوق واحد شوية ترخص واحد شوية. شنو بان لك في الطلوع ديال الخضرة شنو؟ كلشي بأمر، هذاك قلت المطار
عاملوا بول جفاف ولا عام جفاف رمز الوالد عامين جفاف عامين جفاف ايوا بسي بس واش هاد الازمه ديال كورونا حتى هي كلشي بيد الله تعالى قادر بينا ان شاء الله لا ليه حاشم الله تعالى قادر بينا لا ليه حاشم كون فيكون لا ليه حاشم الله تعالى واحد النهار تبغانا نصبحوا لا ليه حاشم يا تبارك الله عليك عميم الله يحفظك الله يسهل لك الله يحفظك السلام عليكم شحال بصلاه عميم شحال بصلاه عميم بصلاه بصلاه وين عرفوا هاد الشامل تمام قداش درهم 40 درهم حتى الجدران الله يحفظك فهاد الشامل ديال البصله مشابهين الكرام من درهم حتى لجوج دراهم نسولو الشامل ديال شحال هما خويا 10 ونص فالشامل ديال الليمون 10 دراهم ونص يعني تقريبا دولار اولا اورو بصفت ان الدولار والاورو تقريبا فقراب لبعضياتهم بيناتهم غير درهم الى حسبنا الدولار 10 دراهم والاورو 9 دراهم نحاولوا لاننا نسولوا على الثمن ديال الثمن شي ديال العنب او الرمان او الليمون يعني الثمن ديال بعض انواع الفواكه كذلك من خلال سوق الجمله السلام عليكم شي كيداير الحمد لله لاباس عليك الحمد لله كلشي بخير بخير كيداير الثمن اليوم ديال الخضره وديال الفاكهه وديال كل شيء بخير الحمد لله ترى السوق طالع اش من كل شيء لا لا بخير لا بخير ياه لا بخير الحمد لله شحال داير اليوم شحال داير الرمان الرمان داير 110 6 دراهم من هذيك المليحه 6 دراهم المانداري داير 7 دراهم الحمراء 7 دراهم 6 ونص 7 ونص مقيتش ماندارين الماندارين كاين العنب 10 دراهم 11 شي اللي كاين يعني الثمن يعني بين وبين مزيان يعني الثمن بين وبين بامسي السلعه مليحه راه هذا هو الثمن ديالو يعني لو انسان بغى الدرويش راه ثاني كاين السلعه الدرويش ولكن كنبغيو نشوفوا الثمن كيكون في المارشي ثمن قليل وبعد المارشي كيخرج على برا كيولي ثمن غالي وهذاك الشيء على نسبه لهذاك الانسان اللي كيبيع الثمن واش كيبيع بين وبين ولا يعني بالغلا ولا فهمتي هذاك كيبقى على حسابه هو خاصو يتسحب على الناس الثمن يدير مع الناس الثمن درويش هذا هو اللي كاين كيتسمى داك الاستغلال معقوله نقراو بعض التعاليق ديالكم متابعينا الكرام فنشوفوا اشنو تبغيو تسولوا غادي نبغيو نعرفوا كذلك الثمن ديال شي حاجه اخرى متابعينا الكرام اسمح لي اسمح لي امامي السلام عليكم شحال طاطا عمي طاطا خويا ما مقاداش كاين 110 و 120 80 ريال 110 120 80 ريال 80 ريال طاطا على وجهها كاين السوسه كاين المليحة شحال داير؟ المليحة 6 دراهم والعيانة كاع؟ العيانة كاع 6 ريال 6 ريال 3 دراهم والبصلة؟ البصلة كاينة درهم وكاينة 50 ريال ما بين درهم و 50 حيت البصلة هي ضربت لي بخسرت خسرت هاد العام؟ ما هرب الماء ما شبعناش ما الجفاف هو اللي هاكا فهمتي ما شبعناش ما البير وكحوا البير وكحوا كاع؟ البير واكحين ما صابوش باش يكملوا يا ربي السلام الله يعطينا الشيء ان شاء الله يا رب العالمين الله يحفظك السلام عليكم شحال لوبيا يا خويا صافي بعيد
فكيف ما شو معنوا مشابهين الكلام ف يعني الاغلب ديال البيع والشراي فكيتشكوا من قله التساقطات كنتمنوا من الله العلي العظيم على انه يرفع لنا الوباء هذا ويسقينا ان شاء الله بالشاء يا رب العالمين. اذا متابعينا الكرام كنتوا معنا في هذا البث المباشر من الدار البيضاء، نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. الى اللقاء.